مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في هذا الخبر العاجل هنا من منطقة بن سرقاو بمدينة أكادير، حيث تعرض منزل لانهيار جزئي خاصة الجزء العلوي، او كما تشاهدون انهارت شرفة هذا المنزل ووقعت على هذه السيارة في مشهد مروع، كاد لولا الألطاف الإلهية ان يخلف ضحايا في الأرواح، لكن لحسن الحظ كما تشاهدون معنا من خلال يعني هذه البتة المباشرة السيارة كانت فارغة ولا يتواجد بها أي أحد. كما كتشوفوا ربما يعني مع الأسف الشديد يعني الأسباب ديال هذا الانهيار لا زالت لحدود اللحظة مجهولة ولم تخلف أي خسائر بشرية كما تشاهدون معنا، سوى أضرار جسيمة وأضرار مادية فادحة لحقت بالسيارة وأيضا لحقت بأحد الأجزاء العلوية لهذا المنزل القديم هنا بمنطقة بن سرقاو وبالضبط بمقربة من الشارع الرئيسي المؤدي إلى مدينة إنزقان. كما تشاهدون بقايا الانهيار كما تلاحظون معنا من خلال هذا البث المباشر الذي نرصد لكم من خلاله يعني هذا الحادث المأساوي، هذا الحادث المفجع الذي كاد لولا الألطاف الإلهية ولو كان هناك أشخاص يعني بمقربة من هذا المنزل لوقعت كارثة غير محمودة العواقب، لكن لحسن الحظ كان المكان شاغر وفارغ من المارة ولا أحد يعني كان يتواجد لحظة انهيار هذا الجزء من هذا المنزل هنا بهذا المقربة من الشارع الرئيسي المؤدي إلى منطقة طبيعة الحال يعني إنزقان. كما كتشوفوا معنا من خلال يعني هذا البث المباشر، وصراحة يعني حادث مؤسف جدا ولحسن الحظ لم يخلف أي خسائر بشرية باستثناء الخسائر المادية التي كانت فادحة كما تشاهدون معنا من خلال يعني هذا البث المباشر. أنتم كتشوفوا يعني الأجزاء ديال يعني الانهيار ديال هذا المنزل هنا بمنطقة بن سرقاو والذي سقط يعني على هذه السيارة التي كانت ماركونة بجنبات هذا المنزل وخلفت أضرار مادية جسيمة كما تشوفوا معنا من خلال يعني هذا البث المباشر. إخواني الكرام يعني لولا الألطاف الإلهية لوقعت كارثة غير محمودة العواقب، والسلطات المحلية والسلطات الأمنية حلت على وجه السرعة على وجه الفور بعين المكان وتم تطويق المكان كما تشاهدون معنا من خلال يعني هذا البث المباشر، تم تطويق يعني جنبات هذا المنزل لحفاظا على سلامة المارة وحفاظا أيضا على أن لا يقع باقي الجزء الخاص بهذا المنزل على أحد المارة. كما كتشوفوا معنا ربما يعني الرياح التي كانت قد مرت قبل أيام على مدينة أكادير ربما تكون سبب يعني في هذا الانهيار، نظرا يعني لكون هذا المنزل يعد من بين أقدم المنازل هنا بهذه المنطقة كما كتشوفوا معنا على المباشر. إخواني الكرام نسأل الله السلامة والعافية ولله الحمد لم يخلف هذا الانهيار أي خسائر بشرية باستثناء الخسائر المادية الفادحة التي لحقت بهذه السيارة التي تشاهدون معنا عبر هذا البث المباشر اللي كنقول لكم من خلال يعني وقائع وحيثية هذا الحادث الذي وقع هنا بمنطقة بن سرقاو كما تشاهدون معنا من خلال يعني هذا البث المباشر. يظهر لكم فظاعة ويظهر لكم حجم الانهيار وحجم الخسائر التي لحقت بهذه السيارة التي هشم زجاجها الأمامي وهشم أيضا جزء من الجزء العلوي لهذه السيارة التي أصيبت يعني بخسائر مادية فادحة كما تشوفون بطبيعة الحال يعني عبر هذا البث المباشر. إخواني الكرام فلحسن الحظ لم يخلف يعني هذا الحادث أي خسائر بشرية كما أسلفت الذكر باستثناء الخسائر المادية التي كانت فادحة كما تشاهدون يعني الجزء العلوي لهذا المنزل الذي يعد كما أسلفت الذكر من بين أقدم المنازل هنا بمنطقة بن سرقاو والذي انهار بشكل مفاجئ ووقع على هذه السيارة، ولكن لحسن الحظ
لم يكن داخل اي داخل هذه السيارة اي فرد من الافراد، فلو كان هناك يعني مارة او شخص يعني داخل هذه السيارة لوقعت كارثة غير محمودة العواقب كما كتشوفوا معنا من خلال يعني هذا البث المباشر. فالسلطات المحلية والسلطات الأمنية حلت على وجه السرعة بعد إخبارها بالواقعة بعين المكان، وتم اتخاذ التدابير اللازمة، وأيضا تم تسييج المنطقة وتسييج بطبيعة الحال يعني المكان حفاظا على سلامة المواطنين وحفاظا أيضا على سلامة المارة وكل شخص يمر من مقربة من هذا المنزل، تفاديا لانهيارات أخرى قد تقع في أي لحظة، لأن هذا المنزل كما كتشوفوا معنا يعني منزل قديم جدا ويمكن أن يتساقط بعض الأجزاء المتبقية منه كما كتشوفوا معنا. فغادي نحاول نقربكم بطبيعة الحال يعني من هذا الحادث كما كتشوفوا معنا أنتم إخواني الكرام، يعني الحجم ديال الانهيار وحجم الخسائر التي لحقت يعني بهذا السيارة هنا بمنطقة بن سرقاو بمدينة أكادير. صراحة حادث ولله الحمد لم يخلف أي خسائر بشرية، وهذا من رحمات الإلهية ومن الألطاف الإلهية. فنتمنى أن الله يعوض يعني صاحب هذه السيارة يعني فالضرر اللي تسبب لي يعني هذا الحادث بطبيعة الحال كما كتشوفوا معنا من خلال يعني هذا البث المباشر بطبيعة الحال. يعني شرفة هذا المنزل هي التي سقطت وسقط جزء كبير منها على هذه السيارة التي تعرضت يعني لتهشيم ديال الواجهة الأمامية ديالها كما كتشوفوا معنا من خلال يعني هذا البث المباشر. ولله الحمد يعني مرت سالمة دون أن تترك يعني أي خسائر بشرية أو أي خسائر في الأرواح ولله الحمد. فنتمنى الحيطة والحذر، نتمنى السلامة للجميع. فأنتم تشوفوا يعني الخسائر وأيضا مخلفات هذا الانهيار الذي وقع بشكل مفاجئ جدا وفي غفلة من الجميع كما تشوفوا معنا خلال يعني هذا البث المباشر بطبيعة الحال. فتحياتي لكم، وكنتمنى بطبيعة الحال يعني الناس اللي كيمروا منها يعني انهم ياخذوا الحيطه والحذر تفاديا اللي انهم باش يتصابوا بطبيعه الحال ربما قد يسقط يعني ما تبقى يعني من هذه الشرفه كما كتشوفوا معنا يعني من خلال يعني هذه البث المباشر. انتم الكرام بطبيعه الحال يعني المخلفات ديال هذا ثم إخواني الكرام يعني صراحة مؤسف جدا يعني هذا الحادث الذي كان سيخلف خسائر انتم اخواني الكرام متابعي قناة شوف تيفي كما كتشوفوا يعني بطبيعة الحال يعني حجم يعني الخسائر التي خلف هذا الحادث الذي لولا الألطاف الإلهية كانت ستقع كارثة هنا بمنطقة بن سرقاو ولحسن الحظ
طبيعة الحال فالسيارة كانت خالية من أي فرد من الأفراد بطبيعة الحال، وفقط يعني هذا الحادث خلف خسائر مادية فادحة كما تشاهدون معنا من خلال يعني هذا البث المباشر. بطبيعة الحال يعني فقط خسائر مادية فادحة لحقت يعني بهذه السيارة كما كتشوفوا معنا من خلال يعني هذا البث المباشر. فتحياتي لكم ونسأل الله السلامة والعافية للجميع، ولا أمل لقاء بكم في بث مباشر آخر. إلى الملتقى.